أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم مجددا بحلقة جديدة من برنامجكم العلم للجميع. حلقتنا لهذا الأسبوع ستكون مميزة إن شاء الله من خلال تضمنها لأخبار علمية وصحية فلكية وأخبار أخرى مشوقة، مع فقرة موضوع للنقاش حول برين كمبيوتر انترفيس، إضافة لفقرة براءة اختراع التي سنستضيف بها أحد علمائنا ومبتكرينا العراقيين. فأهلا وسهلا بكم. خبر مثير وغريب، إذ اكتشف العلماء وبالذات العلماء الأمريكيين من وكالة ناسا بأن هنالك ثقب أسود قريب جدا من المجموعة الشمسية، وهو أقرب نجم أو أقرب ثقب أسود من مجموعتنا الشمسية، أو كما قالوا بأنه تم اكتشاف ثقب أسود عملاق في الباحة الخلفية لمجموعتنا الشمسية. ولمن لا يعرف ما هو الثقب الأسود، الثقب الأسود هو المرحلة الأخيرة لموت أو نهاية النجوم العملاقة، إذ أن كل نجم في الكون تتصارع فيه قوتان: قوة الجذب الناتجة عن جذب السطح أو ما يحيط بهذا النجم إلى الداخل، وقوة ناتجة معاكسة نتيجة للانفجارات أو الاندماجات النووية التي تحصل في النواة. وهذا التوازن العجيب هو الذي يبقى النجم على حاله، وفي حالة كسر هذا التوازن أي تغلب القوة الداخلية الناتجة عن الانفجارات النووية والاندماجات النووية كذلك، سيحصل انفجار لهذا النجم وتحول النواة إلى ثقب أسود بكثافة عالية جدا. طبعا هذا الثقب وجد أنه يدور في مدار طويل قدره 185 يوم، ويبتعد عنا مثل ما قلنا بمسافة 1550 سنة ضوئية، وكتلته تعادل 12 مرة بقدر كتلة شمسنا. طبعا والثقوب السوداء مثل ما قلنا هي المرحلة النهائية من حياة النجوم العملاقة، ونتيجة لانكسار التوازن بين قوة الجذب إلى المركز مع قوة الانفجارات داخل النواة، الانفجارات الذرية طبعا، وبالتالي إذا انكسر هذا التوازن سينفجر هذا النجم، النجم العملاق، ويتحول نواته وما يحيط به إلى ثقب أسود. الثقب الأسود يجذب إليه كل شيء، ومنها الضوء، مثل ما نعرف أن الضوء له وزن طبعا، والذي اكتشفه وزن الضوء هو عالم عراقي اشتغل في وكالة ناسا اسمه من محافظة بابل، دكتور حمزة، هو أستاذ في الرياضيات وسافر إلى أمريكا في وكالة وعمل في وكالة ناسا، وكشف أو اكتشف أن هنالك وزن للفوتون الضوئي، وبالتالي أن الضوء له وزن، وهي معلومة قد تكون غريبة. بارقة أمل جديدة لكل مصاب بالصلع، وهنالك نسبة كبيرة من الرجال إضافة لنسبة صغيرة من النساء من يصابون بهذا، نستطيع أن نسميه مرض لكونه لا ينساق مع الطبيعة البشرية التي أو التكوين لجسم الإنسان. تساقط الشعر أو الصلع تكفل بعلاجه فريق بحثي
ياباني من جامعة يوكوهاما الوطنية، إذ استطاع هذا الفريق من تكوين وليس اختراع، لكون الاختراع هو شيء لشيء غير موجود، ولكن هذا الفريق استطاع أن يكون في المختبر بصيلات للشعر. هذه البصيلات ذات كفاءة تصل إلى 100% مقارنة ببصيلات الشعر العادية، وبذلك يتحقق نصر كبير في هذا الموضوع وفي علاج الصلع. ومستقبل الأيام، ويعني المستقبل المنظور، سيكون جديرا بمصداقية كلامنا. إنترنت الأشياء IoT، هذا العلم الذي سيغير وجه البشرية في قادم الأيام. الكثير من العلماء العراقيين والأساتذة في التعليم العالي والبحث العلمي وفي القطاع الخاص كذلك أدلوا بدلوهم من خلال نشر البحوث العالمية في مجلات راقية ذات معامل تأثير عالي أو إندكس فاكتور، وكذلك من خلال براءات الاختراع. اليوم نلتقي مع أحد هؤلاء الأساتذة العراقيين، الأستاذ المساعد الدكتور حيدر الشكرتشي من جامعة الفرات الأوسط التقنية، وصاحب 3 براءات اختراع حول هذا الموضوع، وبالذات هذا الموضوع الحيوي والهام والذي سيكون مستقبل البشرية مرتبط بهذا العلم، مثل ما ارتبطت البشرية بالقرن الماضي بالكهرباء والكمبيوتر وتطوراتها. وحسب آخر الإحصائيات والمعلومات التي تقول بأنه خلال العقد القادم، أي في 2030، سيصبح عدد الأجهزة المرتبطة بإنترنت الأشياء IoT تقريباً 30 مليار جهاز. أهلاً وسهلاً بك دكتور. دكتور، تطلعنا حول هذا العلم اللي اكتسح العالم حالياً، ومثل ما قلنا العقد القادم هو عقد IoT. أنطي فكرة للمشاهد حول ماهية IoT وإمكانية تطبيقه في العراق، وهل هو مطبق حالياً، وبعدين نتحدث على براءات اختراع جنابك اللي هي كلها على IoT. نعم. الله يحفظك. لا يأتي ممكن اعتبار الجيل الجديد من الميجا إلكترونيكس، اللي هي ربط الدوائر الإلكترونية بالدوائر الميكانيكية، المنظومات أو الكهربائية بالمنظومات الميكانيكية. الفرق بين IoT بأنه أنت مو فقط تربطها آنياً، يعني مو فقط بأنك أنت تربط متحسس وتأخذ القراءة مالته وبعدين تنفذ مهمة، لا، أنت ممكن بأنه تنفذ هاي المهمة عن طريق الموبايل مالتك، ممكن تنفذها وأنت لست في الموقع نفسه، ممكن تكون في مدينة أخرى أو في بلد آخر، بأنه تشوف النتائج مال متحسس، وممكن بأنه تنفذ مثلاً إذا نقول مثلاً درجة حرارة غرفة، نعم، من توصل 25 درجة هي حرارة طبيعية، من توصل أكثر تشغل تبريد، من توصل أقل تشغل تدفئة. هاي ممكن أنت تتحكم بيها، مثلاً أنت في دولة مثلاً مسافر في ماليزيا، وتتحكم في درجة الحرارة في بيتك، تتحكم في الأضاءة، في الكاميرات، في سقي الحديقة، في سقي الحديقة، نعم. يعني هذا كمثال مبسط، نعم، للآيوتي. أهم شيء منظومات الحماية، واحد من يسافر، يعني القصد IoT هو استخدام السيطرة الحديثة وكذلك منظومة الإنترنت والذكاء الصناعي، كلها ضمن بودقة محددة لخدمة الكونسيومر، وبالتالي يعني تكون انتليجنت كنترول تكنيك ومع وايرلس من خلال منظومة الإنترنت، وبالتالي أوفر سيطرة متكاملة لجميع، مثل السمارت هوم. هل IoT دخل إلى عراقنا الحبيب؟
أكو تطبيقات إليه، وهل بدأ هذا العلم وهل دخل إلى مناهجنا بالتعليم العالي؟ موجود ضمن نطاق ضيق كمناهج، ما أعتقد إلى حد الآن إحنا ندرس الميجا إلكترونيكس، ندرس السنسرات موجودة، لكن الآي أو تي لحد الآن هو جزء ما موجود. الآي أو تي هو تجمعهم ذن يصير آي أو تي. صحيح، تجمع أجمع الإنترنت وأجمع الميجاترونيكس وأجمع الإنترفيس، علم الإنترفيس كلها أجمعها ضمن بودقة واحدة يصير هو الآي أو تي. براءة الاختراع الأولى كانت عن مشكلة في دراستي في الدكتوراه، بأنه لاحظت الأداة المستخدمة من تكساس إنسترومنت سنسر لقياس الفايبريشن الاهتزاز هاي ماليزيا، في ماليزيا في المكان الزراعي. نعم. لاحظت بأنه القراءة مالته غير دقيقة، غير قراءة دقيقة قراءة متحسس من الشركة الأمريكية، هي مشهورة بالفايبريشن. متحسس ماليش ها الفايبريشن الاهتزاز، الاهتزاز اهتزاز اهتزاز من اهتزاز المكائن الزراعية. نعم. اللي هي التراكتر وأداة الحراثة. خوش. لاحظت بأنه أثناء الحركة اهتزاز المحراث قصدك؟ أي المحراث، المحراث اللي هي بالأساس هي كلها تهتز. هي كلها تهتز. بس المحراث تريد الثبتة دبث محدد، عمق محدد. أي هو إحنا بالحراثة يعني الأبحاث الجديدة الاهتزاز إلى فائدة وضرر. الفائدة بأنه حيكسر التربة ويسويها حبيبات أقل فمفيدة للزراعة. الضرر هو بأنه ضرر الميكانيكي، بأنه حيحتاج إلى قدرة أكثر للسحب، فماكو دراسات كثيرة للاهتزاز. كذلك من استخدمت السنسر اللي موجود عندنا لاحظت بأنه عند الحركة القيمة مالته تختلف، فهذا يعني هو يعطي قراءة. شنو الربط بالآي أو تي هنا؟ الربط بأنه هذا باختصار هذا السنسر الربط مالته بين السنسر وبين وحدة المعالجة واير، مو وايرلس. فهذا الخلل اللي كان موجود به، لهذا صارت عندي الفكرة بأنه أسوي الربط وايرلس وليس واير، فسويت المتحسس الخاص بي. الشغلة الثانية أنا كنت أشتغل بين العراق وماليزيا، فجتني فكرة بأنه ليش ما أخلي القراءات موجودة سواء كانت التجربة في العراق أو في ماليزيا بنفس الوقت. هنا احتاجت الآي أو تي، اشتغلت على الآي أو تي، فسوينا برنامج البيانات مالته تحدد عمق الحراثة تريده وتحدد دخل البارميتر الموجود، فهو حيعطيك ديسيجن سبورت سيستم من تشتغل الماكينة سواء بالعراق أو بماليزيا، تنطيك بأنه أنت ماشي صح، الاهتزاز شقد، الاهتزاز مقبول أو غير مقبول، إضافة إلى عدة قراءات أخرى. يعني قصدك الآي أو تي هو لا يعترف بحدود بين الدول، هاي وحدة، وهو اللي يوحد العالم. يعني الحقيقة أغلب العلماء اللي دا يشتغلون بالآي أو تي والباحثين هم أصدقاء يعني من العراق من غير دولة، وأبحاث مشتركة. دكتور يعني تطبيقيا فادت يعني كنتاج البريزيشن، الدقة زادت؟ الدقة كانت أفضل من الجهاز الأمريكي المستخدم. أها. مع فرق بالتكلفة كثير بين الجهاز الأمريكي اللي كان يتجاوز سعره 5000 دولار، بينما كل التجربة كانت لم تتجاوز ال 500 دولار. أها. ذاك 3000 دولار؟ ذاك تقريبا يعني 3000 دولار. يعني سدس، الكلفة سدس، كلفة والدقة أفضل. والدقة أفضل، وكذلك وإنتاج الجهاز وإنتاج عراقي خالص. وإنتاج عراقي. الجهاز الأمريكي كان واير مو وايرلس. نعم. وكان موقع يعني ما تقدر تأخذ قراءة أكثر من موقع، بينما إحنا جهازنا يأخذ أكثر من موقع بربطه بالآي أو تي. نبقى ضمن حيز الآي أو تي، إنترنت أوف ثينكس، مثل ما قلنا هذا العلم اللي سيغير البشرية نحو واقع أفضل. البراءة الثانية، البراءة الثانية كانت عن مشكلة أخرى، بأنه عند الحراثة لا يمكن للسائق أو الهايب أن يلاحظ شكل الأرض، وشكل الأرض مبين أكو أهمية إلى معينة في تسويتها. والشغلة الثانية هي عمق الحراثة، لأنه أكثر الموجود عندنا الجرارات الموجودة في العراق عمق الحراثة يتحدد ميكانيكياً. هو طبعا هسه مع الاسف احنا الفلاحين ما له علاقه بعمق الحراثه، من يجي يكرب القاع يخليه على مستوى واحد ويمشي مستوى واحد، بينما هي كل منتوج زراعي مثل البطاطا تحتاج عمق محدد، وهاي كلها هسه صارت الكترونيا. ليش
الأجانب بالمن يعني الإنتاج لكل دونم يمكن ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف إنتاجنا، لأن يستخدمون التقنيات الزراعية الحديثة يعني من ضمنها هاي التقنية اللي تحدثت عليها. الأجانب عندهم بالتراكترات الجديدة والجرارات الجديدة أكو وحدة تحكم أمامهم فمربوطة بسنسرات همينة، يعني العيوب مالتها بأنه أصلاً الجرار اللي يستخدم هاي الكلفة مالته عالية جداً. عالية جداً. أي. فأنا اللي سويت. بس مقابل هاي العالية جداً أكو إنتاج عالي. إنتاج عالي. كل شيء بفلوسه. أي. نعم. أنا اللي سويته بالجرارات اللي موجودة عندنا القديمة بأنه خليت لها سنسر متحسس هم وايرلس. هذا يقوم برسم شكل سطح الأرض عند الحراثة. وينطي للسائق العمق اللي ممكن بأنه يتحكم، إذا كان العمق مالته راح أزيد أو أقل حينطي بأنه العمق أكو خلل في العمق معين. إذا نوجه الحقيقة نداءنا إلى الشركة العامة للصناعات الميكانيكية، عندنا خبرات عراقية متمكنة وصلت إلى مراحل متطورة ببراءات اختراع عالمية ومحلية من أجل إيجاد تقنية حديثة تساعد الجرارات المنتجة قديماً أو حالياً في الوصول إلى زراعة حديثة ومفيدة للفلاح. براءة الاختراع الثالثة اللي هي حول الـ IoT أيضاً. الثالثة كانت أكثر شيء أكاديمية، لأنه إحنا عندنا قياسات لتحديد كفاءة عملية الحراثة، كفاءة الجرار الموجود. من ضمن هاي طبعاً أكو منها فتشي هو مشترك بين الجرارات وبين السيارات، اللي هي النسبة المئوية للإنزلاق بالعامية البطنشة نسميها، بأنه عدد الدورات الفعلي على عدد سير بالضبط. الحركة. نعم بالضبط. المسافة المقطوعة عدد الدورات. نعم. عدد الدورات. هاي كانت التجربة مالتها شوية مجهدة للباحث، لأنه لازم أكو شخص يوقف في البداية وأكو شخص بعد 100 متر بالضبط. نعم. ولازم تتحرك وينحسب زمن ويتقسموا. هاي إحنا سوينا، إحنا خلينا سنسر يعد عدد دورات الموجودة في العجلة للعجلة ويقوم بعمل حسابات معينة لإيجاد الانزلاق بالاعتماد على طبعاً هم الانترنت، وبالتالي ينطي عاز للسائق لتصليح الوضع وكذلك ينطي القياسات المطلوبة للدراسة الأكاديمية للباحث بدون أي جهد أو عناء. إذن براءات اختراع كلها تخص التقنية الزراعية الحديثة ضمن مجال تخصصك دكتوراه في الهندسة الزراعية وبالذات هندسة المكان الزراعية، وشيء رائع أنه واحد تكون براءاته حول أحدث ما وصل للعلم ويطبقه على مجال تخصصه وبالتالي يبدأ به. إذن مع الأستاذ المساعد الدكتور حيدر فوزي الشكرتشي، وكان لقاء ممتعا أطلعنا به على آخر تطورات استخدام الـ IoT Internet of Things أو إنترنت الأشياء في مجال التقنيات الزراعية. وأعدكم أنه سيكون لدينا حديث آخر وحديث للنقاش حول إنترنت الأشياء ومدى تطبيقه في العراق، وهل نحن مستعدين لدخول هذه الحقبة الجديدة من تاريخ العالم التقني، وهل نحن مستعدين لها؟ إذن شكرا جزيلا دكتور، وبارك الله بك وعلى جهودك، وأنا كلش سعيد التقيت بجنابك الكريم. شكرا جزيلا. في العام 1969 كان عاما فاصلا في تاريخ البشرية، إذ وطأت أول قدم بشرية على سطح القمر، ثم تلتها زيارات أخرى حسب بعثات أبولو الأمريكية لوكالة ناسا. هنالك تحديات كبيرة لزيارة القمر مرة أخرى، وكذلك التحدي الأكبر هو الوصول إلى الكوكب الأحمر أو ما يسمى بالمريخ.
هذا الكوكب القريب على الأرض والذي يبعد بمسافة ليست كبيرة عن كوكبنا، تصل هذه المسافة إلى 225 مليون كيلومتر، بينما القمر يبعد عنا مسافة تصل إلى 384 ألف كيلومتر. وما دام تكلمنا بالأرقام نقول أن المحطة الدولية تدور حول الأرض وهي على بعد 400 كيلومتر فقط. إذن تخيل المسافة التي يبعد عنها الذي يبعد فيها القمر عن الأرض وهي 384 ألف كيلومتر، بينما الكوكب الأحمر أو المريخ يبعد مسافة 225 مليون كيلومتر، يعني 75 مرة بقدر المسافة بين الأرض والقمر. نحن إذا سافرنا من مدينة إلى أخرى على كوكب الأرض، فإن أقصى مسافة تستطيع أن تقطعها طائرة بدون أن تنزل في مطار ما، يعني رحلة مستمرة، نستطيع أن نقول 20 ساعة، والمسافة المقطوعة قد تصل إلى 17 ألف كيلومتر، كما نقول بالعامية جرة واحدة. لذلك تم في منظومة الطيران والتنقل بين مدن العالم ما يسمى بالترانزيت، إذ تهبط الطائرات في مطارات في منتصف الطرق للتزود بالوقود وكذلك لراحة المسافرين في بعض الأحيان. ولكن الرحلة إلى المريخ حسب السرعة المحددة للصواريخ التي ستحمل الكبسولة التي يكون فيها رواد الفضاء تصل إلى 3 سنوات ذهابا وإيابا، أي سنة ونصف في الذهاب وسنة ونصف في الإياب، بينما إلى القمر تصل إلى 3 أيام. فلذلك نحتاج إلى كميات كبيرة جدا من الوقود وكذلك من الغذاء، وعمليات تدوير الغذاء وهندسة الغذاء تدخل في هذا الحيز. وحاليا هنالك فريق عمل من وكالة ناسا يدرس كافة جزئيات الوصول إلى المريخ في 30ينيات هذا القرن، يعني وراء 2030 إن شاء الله في المستقبل المنظور. لذلك كانت فكرة أن يتم إنشاء محطة أرضية، عفواً محطة قمرية، يعني مثل الترانزيت بين البلدان للذهاب إلى القمر. وهنا تبرز تحديات أخرى، أن التربة القمرية لا تشبه التربة الأرضية، كذلك نقص الأكسجين ولفترات طويلة. ونعدكم بخبر قادم سنفصل هذا الموضوع الشيق إن شاء الله. برين كمبيوتر انترفيس أو ما يسمى بتفاعل الحاسوب والدماغ لاستكشاف الحالة التي يمر بها الفرد، وكذلك لاستكشاف أبعاد جديدة لم يستطع العلم أن يتوصل إليها. هذا ما تفعله الكثير من الدول الكبيرة والدول العظمى كالصين وأمريكا ودول أوروبية أخرى. وخير من نلتقي به هو الأستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد الكريم عبد الله البكري، رئيس قسم الهندسة الكهربائية في كلية تقنية مسيب جامعة الفرات الأوسط، والذي أمضى 6 سنوات في الصين حول هذا الموضوع الحيوي وموضوع المستقبل. أهلا وسهلا دكتور. شكرا جزيلا. دكتور، تنطينا فكرة عن هذا العلم اللي أمضيت به 7 أو 6 سنوات في الصين
وما هي النتائج اللي وصلتها وشنو هذا العلم. أنا انطيت نبذة مختصرة عن هذا العلم أو مقدمة، بس أنت العالم بهذا الموضوع والعارف، واللي إن شاء الله حالياً أكو فرق بحثية بالعراق بدأت كلها من خلالك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً جزيلاً إلى البروفيسور الدكتور العالم الدكتور علي البكري وإلى مقدمي هذا البرنامج الرائع العلم للجميع. بالنسبة لي البرين كمبيوتر انترفيس مثل ما وضحت حضرتك يعتبر من العلوم الحديثة ويسمى هوت فيلد. كتاريخ لهذا العلم انشئ في عام 1970 من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، كان أول تطبيق إليه هو تطبيق عسكري حول المحاكاة الطيار مع الطائرة. وبعدها بذلك الوقت بما أنه البروسيسرات والمعالجات تعتبر مو بالمستوى المطلوب، لذلك سمي حلم ليس في وقته. حلو. أجل. حلو. أجل. تعبير. حلم ليس في وقته. نعم. أجل الحد 1990 بعد ما ظهرت الحاسبات وتطور الأجيال بها. أحد تقريبا في ذاك الوقت دكتور كانت حدود أربع مجاميع تعمل في هذا المجال. من العالم كله. بالعالم كله. أربع مجاميع. نعم أربع مجاميع. نعم. الدول اللي رائدة اللي دخلت في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين. تقريبا هم هذا العلم يتنافسون في هاي الدولتين، لأنه يحتاج إلى رأس مال قوي، يحتاج إلى كفاءة عالية، يحتاج إلى أجهزة متعددة ومعقدة. مثل ما تعرفون يعني هواية أكو ناس تريد تفتح إيميل، يفتح فتشي يشتغل بالحاسبة، ويكون هذا بدون الاعتماد على غيره اللي هم ناس أكو مرضى يسموهم ALS disease، يعني ما يقدر لا يحرك إيد لا رجل، ولكن الدماغ مالته شغال مثل العالم هوكينز. نعم نعم إيه هذا اللي هو أكبر عالم يعني حقيقة ذو عقلية رائدة بالعالم. نعم. توفى قبل أعتقد سنتين أو كذا. نعم نعم. بالنسبة لهذا العالم طريقة قياس الإشارة الكهربائية من عنده من الدماغ كانت تختلف. يعني إحنا مثل ما تعرفون طرق قياس الإشارات. نعم. هي طريقتين أو ثلاثة. الطريقة الأولى هي زرع متحسسات يعني تدخل جراحي انفيسيف، تدخل جراحي على القشرة، يخلون سنسرات معقدة تقيس. هاي الطريقة اللي استنتجت من عندها الإشارات من هذا العالم. نعم. أما الطريقة اللي متبعة الآن اللي هي وضع سنسرات أو متحسسات على السكالب على القشرة الدماغية، وهذه قابلة بأنه ورابل، يعني ورابل ديفايز قابلة بأنه نقدر نخليها في أي مكان معين. نرجع للتطبيق اللي احنا ردنا نتكلم عليه دكتور اللي هو الALS disease. هذا الشخص يريد يشتغل بالحاسبة وهو ما يقدر لا يحرك لا ايد ولا رجل، بس فقط عنده بس يفكر فقط بالتفكير في التفكير. فأنت من خلال هذا التطبيق أو هذا راح الإشارات تخرج. نعم. بالنسبة بالنسبة للدكتور هذا يعني مكونات هذا الديفايز اللي هو سيستم متكامل. أول شيء هي طريقة قياس الإشارة الكهربائية والتي تعتبر هي أهم جزء موجود في هذا العلم، مثل ما ذكرنا أنه طريقة تدخل جراحة أو غيرها. بعد هاي العملية طريقة استخلاص اليوسفل انفورميشن أو المعلومة المهمة عن طريق فيتشر اكستراكشن، استخلاص هاي المعلومة المهمة وبعدها تحويلها من شكل إلى شكل آخر اللي هو الشكل اللي يفتهمه. شنو هو؟ تفتهمه الآلة، الشكل اللي تفتهمه الآلة. احنا شنو اللي نريده من هذا العلم بصراحة؟ احنا نعرف هسه أي عمل تقوم به، أي عمل تقوم به لازم عندك فد إشارة، هاي الإشارة إلى الدماغ والدماغ يحللها وبعدها راح يتخذ إعاز. الإعاز من يتخذ هذا الرياكشن راح ينتقل المن إلى اليد أو الرجل أو أي جزء بالجسم. إحنا نريد نلغي هذا الشيء، وإنما برين كمبيوتر انترفيس. يعني أنت مقعد راكب أو على كرسي متحرك تريد تتجه، والكرسي طبعاً يعني بسمارت ديفايزز مرتبطة بالدماغ، تريد تلتاف إلى اليمين أو إلى اليسار. نعم. بدون أي شيء، فقط مجرد التفكير بالالتفاف. زين دكتور هنا راح صادفك في الشغلة، الإنسان دائما ما يفكر بشغلة واحدة بآن واحد.
يفكر بشغلات هواية، بس أكو شغلة فاوندمنتال رئيسية وأكو شغلات أخرى. يعني زين شلون هاي تداخل الإشارات بحيث أستخلص الإشارة النهائية بما يسمى البلاينت سورس سيبريشن، يعني فصل الإشارات العمياء أو كذا. تقدر توضح لنا دكتور؟ دكتور هذا طبعا كل السؤال كلش رائع، وهو يعتبر المهمة الأصعب في بحوث الدكتوراه أو المجال، لأن أنا عندي العقل البشري ما شاء الله، هذه النعمة اللي أنعم الله على البشرية اللي هي الكتلة المتوهجة اللي هي تقريبا بحدود حاليا حسب آخر إحصائية 86 مليار خلية عصبية تشتغل متماسكة، سيستم واحد يعطيك إيعاز. طريقة فصل الإشارات، أنا هسه مثلا دا أحكي وياك، يجوز أكثر من تفكير صار عندي أو رمشة عينك أو أي شيء صار بحركة السنسرات. لذلك شنو اللي راح يصير دكتور؟ راح بأنه بعد ما تختار الإشارة المطلوبة تحتاج لك تقنية، أحد تقنيات فصل الإشارات العمياء. دائما الإشارة اللي مهمة تكون الامبليتود مالتها تكون أعلى، يعني الفاوندمنتال تكون. نعم. إيه. هاي هي نقطة خلينا نقول النو هاو بالضبط ببحث الدكتوراه. نعم. يعني والحمد لله. يعني شلون استخلص، وجنابك هو بحثك بالخارج كان شلون تستخلص الإشارة الرئيسية عن الإشارات الهارمونيك، وبالتالي تدزها للجهاز وراح يكون يعني مثلا كسؤال دكتور يتبادر الذهن أي متلقي من المشاهدين، يعني أنا إذا ربطت هاي المتحسسات على الكامبوت، ماكو عندي لابتوب بدون ماوس وبدون كل شيء، ربط على اللابتوب، أرد أفتح الملف الفلاني أو أرد أفتح ملف وورد وأرد أكتب من خلال الدماغ بدون ما أستخدم إيدي وبدون ما أستخدم الصوت، يعني ما شاء الله دكتور عندك معلومات كافية حول هذا المجال. يعني هذا الموضوع أنا مهتم به. نعم. كلش. نعم. اللي هو لغة العصر، ومثل ما تعرفون هسه إيلون ماسك وغيره استثمروا بهيج أمور، يعني أكو هيج حشي دكتور. نعم بالفعل، يعني هو أحد تطبيقاته كانت البحث الدكتوراه بأنه نقدر نفتح فولدر أو تحريك ماوس نحو اليمين واليسار. حلو حلو حلو. باستخدام التفكير فقط. حلو. احنا في البداية كان عبالنا هذا ضرب من الخيال، يعني صورنا هل انه بالامكان تحويل هاي الاشارة بدون اليد مباشرة الى الدماغ، من الدماغ الى الحاسوب انتقلت الاشارة، بس هي يحتاج لها تريننج، تدريب طبعا للمتلقي، تحتاج حتى الشخص المريض يحتاج الى فترة تدريبية. هو لحد الان في طور الريسيرش، يعني في طور البحوث. زين دكتور هاي نقدر كذلك نستغلها برحلات الفضائيه، نعرف المرات رائد الفضاء بالذات هسه اكو مهمه السفر الى المريخ في ثلاثينيات هذا القرن، يعني مال القمر قريبه راح تصير ان شاء الله في العام 2025، اكو رحله وكاله ناسا مخططها الى القمر، واحتمال ينشئون محطة فضائية وسطية كترانزيت إلى المريخ. المرات يتعرض رواد الفضاء إلى أمور كلش معيقة لعملهم، احتمال يتعرض إلى أغماء، فنقدر إحنا بالمحطة الأرضية من خلالها نقدر نعرف إيش يفكر أو إيش صار به، وهاي واحدة من التطبيقات. بالفعل دكتور. نعم. ما ذكرت حضرتك تطبيقات هذا العلم غير محدودة وكثيرة، كانت سواء في جانب المراقبة أو في جانب الصحة. حتى أحد التطبيقات اللي شفتها بصراحة وعجبتني خلال فترة دراستي اللي هي المدير الناجح والمدير الغير ناجح. يعني مثلا أنت الآن من اتخذت قرار معين، وهذا القرار كان هو شنو؟ قرار سديد وصل الشركة إلى مستوى أرباح معينة. أي جزء من هذا العقل البشري اللي يتوهج وطاق هذا القرار الصعب؟ لذلك تلقاهم يشترك به هذا العلم، طبيب، مضبوط، إدارة واقتصاد، هو علم مهندس، يعني كولكشن بين جميع العلوم. إحنا ككهرباء يعني ما يعني دكتوراه هندسة كهربائية تحليل إشارة الدماغ، كان الهدف من عندها بأنه نحلل إشارة الدماغ، نحذف هاي الضوضاء الموجودة ونحصل على أفضل إشارة بحيث الطبيب يقدر يشخص المرض أو يقدر يستثمرها في تحريك آلة معينة. دكتور استخدامات أمنية، نرجع على الميليتري أبليكيشن،
يعني تدري أمن البلد مرات أكو إرهابيين أو مجرمين متمرسين ما ينطي اعتراف نهائيا، وتدري قوانين الأمم المتحدة أنه أكو ضوابط محددة بالاستجوابات. تقدر من خلال ربط هذه المتحسسات تعرف شدي يفكر هذا الإرهابي، وهذا أحد التطبيقات، أحد التطبيقات المهمة واللي يدفعون عليها مبالغ طائلة، فند معين لهذه البحوث تطرق بهذا المجال، ولكن كلها لحد الآن تحت التجربة. يعني ما أجانا هسه سيستم قال هذا يستخدم للاستجواب، بس هو دكتور يجوز واصلين مرحلة، بس تدري هاي الدول العظمى دائما توصل مرحلة بس ما تعلن عنها، تبقى تطورها وتستفاد من عندها وتطبقها، بعدين ورا فترة محددة من تصير شائعة يلا تنزل إلى الأسواق وغيرها. والله هذا العلم هو طبعا جزء من الاي او تي، أكيد راح يكون الانترنت الأشياء اللي هو علم المستقبل واللي راح يطغى على كل العلوم. وحسب ما سمعت أنه آخر إحصائية تقول أنه راح يكون 30 مليار جهاز مرتبطة ضمن منظومة الاي او تي، بحيث أنه لكل شخص على الأقل 3 أجهزة مربوطة على الإنترنت. دكتور أحد النقاط اللي شفتها خلال دراستي للبحوث بعد ما سويت سيربي في عام 1935 تقريبا، العفو 2035 2035 بالمستقبل راح تتكامل الخارطة الدماغ. إذا تكاملت هاي الخارطة فراح نقدر نعرف كل جزء ومسؤول عن أي جهاز معين. وأحد البحوث اللي شفتها بصراحة واللي هي يجوز إحنا نحكي بيها عبالك شون أفلام الفضاء، إنه يردون يزرعون متحسسات مع الميت ويشوفون هل يوجد أكشن وشنو اللي راح يصير عنده. إحنا نعرف إنه العقل البشري يبقى يعني 3 دقائق، يعني دماغ الإنسان من يتوفاه الله يردون يبقى الدماغ يشتغل 3 دقائق فقط، 3 دقائق بعد ما يتوقف القلب واللي ضخ الأكسجين، متحسسات يشوفون إيش داي يفكر خلال هاي الفترة الدقائق. سبحان الله. وكذلك الأحلام، الآن هسه الأحلام بالضبط هل بالإمكان تسجيلها؟ يردون هالشكل، يعني أنت مثلاً يعني يسوي ريكوردينج للحلم، تلقى الحلم مالتك البارحة أنا إيش حلمت. يعني مرات واحد ينسى الحلم يقول لك، فلذاك يربطون متحسسات بالدماغ وبالتالي يربطوها على أجهزة ويسجل الحلم. يسجل الحلم مالتك، تقعد الصبح وتلقى الحلم مالتك وتشاهده. شيء حلو رائع جدا الحقيقة. طبعا أنا سعيد جدا حقيقة، إحنا في كل يوم نكتشف بعراقنا الحبيب قابليات وأفكار جديدة وعلماء عراقيين، وهذا الهدف هو من برنامجنا العلم للجميع، هو الاستكشاف هذه الأفكار وهؤلاء العلماء العراقيين، يعني وإن شاء الله يكون نافذة لإطلاع العالم على العلم اللي تحمله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. ونشكرك على أنا السفر من بابل إلى بغداد، وممنونين جدا.